مزيد أيضا من المعلومات ومزيد أيضا من التحليل حول العلاقات المصرية الكورية الجنوبية ينضم إلينا هاتفيا دكتور أحمد سيد أحمد الخبير في الشؤون الدولية. دكتور أحمد، بداية لو تحدثنا على أهمية العلاقات المصرية الكورية الجنوبية وتأثيرها في المنطقة، بالإضافة إلى هذه الزيارة الهامة لرئيس كوريا الجنوبية إلى مصر. يعني واقع الحال أن العلاقات المصرية الكورية الجنوبية تأتي في سياق السياسة المصرية في عهد الرئيس السيسي التي تقوم على بناء شراكات اقتصادية واستراتيجية وسياسية مع كافة الدول في كافة مناطق العالم، والانفتاح على كل التجارب التنموية وبما يخدم في نهاية المطاف دعم التنمية في مصر ويساهم في دعم وخدمة المواطن المصري. وبالتالي هذه الشراكة الاستراتيجية التي تؤكد على أن مصر ودولة كوريا الجنوبية هما دولتان مركزيتان، سواء كوريا الجنوبية في آسيا أو مصر في الشرق الأوسط وإفريقيا، والذي هما اقتصاد كبير حقيقة فيما يتعلق بكوريا الجنوبية. هناك مزايا نسبية يمكن الاستفادة منها في دعم أو تعزيز التجربة الاقتصادية المصرية، أيضا في المقابل هناك مزايا مهمة نسبية للاقتصاد المصري مهمة للاقتصاد الكوري. عفوا دكتور، ما هي هذه المزايا النسبية التي يمكن أن يستفيد منها الجانبان؟ بالطبع على المستوى الاقتصادي، أولا مصر تعد مدخل للصادرات والتجارة الكورية إلى أفريقيا كدولة مركزية في إطار اتفاقات التجارة الحرة العديدة التي تربط مصر بدول القارة الأفريقية. هناك اتفاقية التجارة الحرة الكبرى، كل هذا يمثل أهمية كبيرة بالنسبة لمصر لكوريا. هناك أيضا المشروعات القومية العملاقة في مصر، لأن مصر الآن تعد من الدول الرائدة في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية والاستثمارات الكورية، خاصة في محور التنمية في قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من المشروعات في ظل نجاح تجربة الإصلاح الاقتصادي، في ظل مناخ الاستقرار والسياسي والأمني الذي تتمتع به مصر، والذي يمثل أهمية كبيرة حقيقة في دعم هذه التجارة. في المقابل هناك مزايا نسبية في الاقتصاد الكوري، أولا التكنولوجيا في مجال الكهرباء، في مجال القطارات الكهربائية، في مجال الطاقة المتجددة، في مجال تحلية المياه. هناك مجالات متعددة ومتنوعة حقيقية، وهو ما يعكس حقيقة حجم الشراكة الاقتصادية. يعني نعرف أن حجم التجارة شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية، وحجم التجارة يصل إلى 2.3 مليار دولار، وهو طبعا رقم مهم. وأعتقد أن هذه الزيارة تمثل أيضا دورا في تعزيز هذه التجارة بما يتناسب مع الفرص الواعدة والكبيرة بين البلدين. كوريا الجنوبية دولة مهمة حققت طفرة تنموية في السابق، وتمثل نموذج حقيقة من دول النمور الآسيوية، ويمكن الشراكة الاقتصادية أيضا تمثل كوريا مدخل لمصر إلى الأسواق الآسيوية الكبيرة، وكلها هيتمثل حقيقة مهمة. هذا على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الثنائي، وهي علاقات حقيقية متطورة، علاقات جيدة تعكس البعد الحضاري للبلدين والتقدير الكوري للتجربة المصرية والدور المصري كدولة مركزية في الشرق الأوسط. على المستوى السياسي والمستوى الاستراتيجي هناك تعاون كبير بين البلدين، هناك توافق في وجهات النظر فيما يتعلق بمواجهة التحديات، مواجهة التطرف، مواجهة الإرهاب، أيضا تحقيق الأمن والاستقرار الدوليين وتعزيز التعاون المشترك. أعتقد أيضا أن كوريا لديها مواقف متقاربة مع القضايا العربية، القضايا الفلسطينية، غيرها من القضايا، تدعم الرؤية المصرية في تسوية النزاعات العربية، الحفاظ على الدولة الوطنية. كوريا الجنوبية أيضا تمثل دولة مهمة حقيقة في شبه الجزيرة الكورية وفي منطقة آسيا، وبالتالي هناك مجالات واعدة للتعاون سواء على المستوى الثنائي أو على مستوى مسار القضايا الدولية، ومن بالطبع منها قضية التوارث المناخية. ولذلك احتلت قضية الطاقة المتجددة والاعتماد والتوسع فيها، خاصة أن مصر تستضيف النسخة 27 من مؤتمر المناخ للأمم المتحدة في شرم الشيخ. كل هذا بيمثل فرص كبيرة حقيقة في مركزية الدولتين في التوجه نحو الطاقة المتجددة، مواجهة التوارث المناخية، الاعتماد على الاقتصاد الأخضر، كلها تمثل مجالات واعدة. ومما تنبع أهمية هذه الزيارة لأول رئيس كوري لمصر منذ 16 عاما. طب دكتور أحمد، لو تأذن لي، في وجهة أو وجهات النظر المتقاربة ما بين الدولتين كانت هناك فكرة يتحدث عنها الرئيسان، وهي فكرة الدولة الوطنية والحفاظ على الدولة الوطنية. ومصر حريصة منذ أن جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2014 على فكرة وجوهرية وأهمية الدولة الوطنية. كيف تقرأ وتقيم هذا التصريح من الجانبين؟
نعم، هذا سؤال مهم، لأن تجربة السنوات العشر الماضية وهي تجربة ربما مريرة وأليمة، لأن تعرضت الدولة الوطنية خاصة في المنطقة العربية لهزات عنيفة مع تصاعد فاعلين من غير الدول، ميليشيات، تنظيمات إرهابية لديها أجندات طائفية، لديها أجندات خارجية على حساب المصالح الوطنية. تعرضت مؤسسة الدولة الوطنية مثل الجيش والشرطة لهزات وارتدادات انعكست على عدم الاستقرار في هذه الدول، وبالتالي كان هنا الرؤية المصرية القائمة حقيقة على أهمية الحفاظ على الدولة الوطنية، المؤسسات الشرعية، رفض كل أشكال الميليشيات والتنظيمات الإرهابية وغيرها من الفواعل غير الشرعية، أيضا التأكيد على سيادة الدول، وهنا التقدير والرؤية الكورية حقيقة للدور الرؤية المصرية، لأن العالم شهد موجات عديدة من تدخلات دول غربية ودول كبرى تحت مظلات الديمقراطية وحقوق الإنسان في ظاهرها الرحمة لكن في باطنها العذاب، وهو تفتيت الدول وهدم مؤسساتها الوطنية، ولذلك دول كثيرة تتعرض لخطر التقسيم والتفتيت. ومن هنا تنبع أهمية التركيز على مفهوم الدولة الوطنية، أنه أولا يتوافق مع مفهوم الأمم المتحدة للحفاظ على سيادة الدول ووحدتها وتماسكها واستقرارها، يرفض كل أشكال التدخلات الخارجية الأجنبية التي تستهدف أغراض وأجندات سياسية على حساب مصالح الدول وشعوبها، وبالتالي نجاح التجربة المصرية حقيقة في دعم وتعزيز الدولة الوطنية ودعم هذا التوجه في إدارة وتسوية الأزمات العربية سواء في سوريا في ليبيا في غيرها من المناطق العربية، بالتأكيد على أهمية وجود مؤسسات قوية ومحاربة كل أشكال التطرف والإرهاب، وبالتالي هنا التجربة المصرية كانت حقيقة نموذج ملهم ونموذج مهم لكثير من دول العالم، خاصة التي تعرضت لموجات من التدخلات ومن الهزات الدولة الوطنية، وبالتالي هذه الزيارة هي تكرس وتؤسس أولا لمرحلة جديدة مهمة في تاريخ العلاقات المصرية الكورية الجنوبية على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الاقتصادي وعلى مستوى مجموعة التحديات، أيضا دولة مهمة لكوريا في أيضا تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، أكيد مفهوم الاستقرار في العلاقات الدولية والنظام الدولي من خلال التأكيد على مفهوم السيادة ورفض التدخلات الخارجية وتعزيز الدولة الوطنية. كل الشكر والتقدير ضيفي الكريم الدكتور أحمد سيد أحمد الخبير في الشؤون الدولية، شكرا جزيلا لك.